مشاهدينا اهلا بكم الى نشره الظهيره تتابعونا فيها. صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد رئيس مؤسسه المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يؤكد ان المهرجان يجسد الالتزام لفائده التقارب بين الثقافات والانفتاح على الاخر من اجل عالم افضل. تحسيس وتوعية الفلاحين بأهمية تقنية الزرع المباشر من أجل الحفاظ على التربة والتكيف مع تغيرات المناخ، النموذج نتابعه من جامعة سيدي حسين بن عبد الرحمن بإقليم الجديدة. مجهودات متواصلة لدعم ومواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة، إحدى الجمعيات بمدينة وجدة توفر تكوينا مهنيا لهذه الفئة بغية مساعدتهم على الاندماج في الحياة السوسيو المهنية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في افتتاحيات سموه التي نشرت على الموقع الإلكتروني للمهرجان أنه بعد دورة حافلة باللحظات القوية يعود هذه السنة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش المحفل السينمائي الوازن الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي افتتحت فعاليته مساء أمس ليؤكد أكثر من أي وقت مضى الالتزام الراسخ بالقيم المتمثلة في التقارب بين الثقافات والانفتاح على الآخر من أجل عالم أفضل، وأن هذه الدورة الثامنة عشرة ستكون من جديد فرصة لتسليط الضوء على مكامن الجمال في الفن السابع من خلال برنامج غني يعلن عن إبداعات جديدة ويتضمن مسابقة رسمية تواصل الكشف عن المواهب يحتكم فيها للجنة ترأسها الممثلة والفنانة الكبيرة الأسكتلندية تيلدا سوينتون. وأبرز صاحب السمو الملكي مولاي رشيد أن حوارات المهرجان ستكون في قلب العشق السينمائي وتبادل الخبرات بفضل حضور أسماء وازنة من عالم الفن السابع، حيث ستكون الفرصة مواتية للتواصل مع الجمهور ومشاركته تجاربهم ومعارفهم. افتتحت إذن مساء أمس في أجواء احتفالية فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورتها 18 بحضور أسماء مرموقة في عالم الفن السابع مغربية وأجنبية وشخصيات بارزة من عوالم الثقافة والفن والأعلام. دورة ستمنح الجمهور لوحة جميلة ومفعمة بالألوان وثقافة وبرمجة سينمائية غنية ومتنوعة لفائدة رواد السينما. حنان أرسلان. المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ملتقى نجوم الفن والثقافة من المغرب والعالم. البساط الأحمر للمهرجان عرف مرور أسماء لامعة للشاشة الكبرى كالممثلة الفرنسية ماريون كوتيار والأسترالية نعومي واتس ونجمة السينما المصرية إلهام شاهين. ومن المغرب كان الحضور مميزا لعدة وجوه كالفنانة القديرة ثريا جبران ورشيد الوالي وغيره من الأسماء. 90 فيلما مبرمجة في دورة هذه السنة من 34 بلدا. حضور المغربي في المهرجان سيكون من خلال تقديم 11 شريطا في تصنيفات مختلفة. عرس الفيلم بمراكش يحتفي هذه السنة بالسينما الأسترالية بعرضه 25 فيلما، منها فيلم الأسد لغارث ديفيس الحاصل على 6 ترشيحات للأوسكار سنة 2017 والقصة الحقيقية لعصابة كيلي لجاستين كورزال. 14 فيلما تتنافس على نجمة الذهبية للمهرجان في إطار المسابقة الرسمية. لجنة التحكيم ترأسها الممثلة الأسكتلندية تيلدا سوينتون. وبالإضافة إلى أفلام المسابقة سيتم عرض أفلام أخرى في إطار تكريم السينما الأسترالية وجمهور الشباب وعروض جمع الفنا والسينما في الوصف الصوتي وغيرها. حفل الافتتاح عرف تكريم أيقونة المسرح والسينما والتلفزيون الفنانة الراحلة أمينة رشيد وزوجها عبد الله شقرون رائد المسرح والأدب. التكريم في المهرجان يهم أيضا أسماء أخرى كالمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد والفرنسي بيتخون تافرينيي والنجمة المغربية منفتو وأيقونة بوليود بريانكا شوبرا. للحديث عن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش نربط الاتصال بالمخرج السينمائي علاء الدين الجم. علاء الدين الجم، كمبدع شاب، ماذا تمثل لك المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للسينما بمراكش؟
اهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافه. بالنسبه لي بيان سور المشاركه في مهرجان دولي الفيلم مراكش حدث مهم، هو اكبر مهرجان عندنا في المغرب، ويكون عرض الفيلم ديالي فيه في المسابقه الرسميه، وغتكون يكون العرض الاول يعني الفيلم في المغرب، دونك اول لقاء مع الجمهور المغربي. فبيان سور انا سعيد جدا بالمشاركه فيه، وكنتسنى لو 4 ديسمبر دونك باش يكون لقاء مع الجمهور، نشوف تفاعل الجمهور المغربي مع الفيلم كيفاش غادي يكون. بنظرك ما هي الآفاق التي يفتحها المهرجان من خلال ورشاته الفنية بالنسبة للمخرجين السينمائيين الشباب وتمكين المبدعين الشباب من الانفتاح على السينما العالمية؟ يعني كاع المهرجانات العالميه عندهم دي بلاتفورم، يعني ورشات وبرامج موازيه كتكون مع الفعاليات الرسميه للمهرجان. المهرجان مراكش عنده دابا لي زاتولي د الاطلس، ورشات الاطلس هذه من العام اللي فات، دونك هذه لا دوزيام اديسيون، الدوره الثانيه ديالهم. ف كاع المهرجانات كاع التفاعلات العالميه كتساند مشاريع افلام في المراحل الاولى ديالها، يعني من مراحل التطوير، من مراحل السيناريو، وبعد المرات في المراحل الاخيره قبل ما يخرج الفيلم، يعني لا بوست برودكسيون ما بعد الانتاج. فمن المهم انه المهرجان كمؤسسه يكون حاضر في مسانده واكتشاف مواهب من اول المراحل، ماشي غير حتى يكمل الفيلم ويتم العرض ديالو. ف يعني سي تري لوجيك و سي تري كوهيرون مع لا لين ايديتوريال ديال المهرجان، اللي المسابقه الرسميه ديالو كتضم فقط الافلام الاولى والثانيه، دونك دائما اكتشاف مواهب جديده على المستوى الدولي. فبيان سور يعني شيء ايجابي جدا انه المهرجان مراكش عنده دابا واحد لابارتي اندستري يعني خاصه بصناع السينما. المخرج السينمائي علاء الدين جيم، تفضل بالبقاء معنا، سنعود اليك بعد قليل. برمجة سينمائية غنية ومتنوعة لفائدة رواد السينما يقدمها المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. عشاق السينما استمتعوا مساء أمس بمشاهدة فيلم كينغ كونغ في قلب ساحة جامع الفناء. بطلة الفيلم البريطانية ناومي واتس حضرت عرض الفيلم وغمرها الجمهور المراكشي بحفاوة استقبال كبيرة. روبورتاج مهدي محب، عبد الهادي سكيوي ويوسف مزياني. عشاق الشاشة الكبرى استمتعوا بمشاهدة فيلم كينغ كونغ بالهواء الطلق في أول أيام نسخة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. ساحة جامع الفناء استقبلت جمهور السينما من مختلف الأعمار والشرائح. سمر ليلي سينمائي سافر بالجمهور إلى عوالم سحر الفن السابع. فرحنا على هذه الأفلام وعرفنا على فرحنا بزاف على فيستيفال ديال مراكش. مهرجان مراكش عطانا فرصة باش نتفرجوا في الأفلام الأمريكانية وأجنبية مع عائلتنا ودارنا في هذا الجو الزوين. جيت بغيت نتفرج ساحة جامع الفناء وعجبني الحال بزاف، وجيت مع خوتي وماما وعجبني الحال بزاف. فيلم كينغ كونغ لمخرجه بيتر جاكسون قصة قديمة بتكنولوجيا حديثة تجسد حاجة الإنسان والحيوان معا للحب والرفقة. فيلم يحكي قصة الغوريلا العملاقة وحبها لفتاة شقراء جميلة. ناومي واتس بطلة الفيلم استقبلها الجمهور المراكشي بحفاوة كبيرة. من الرائع أن تشعر في نهاية هذا الأسبوع بأنك على اتصال بالعالم. عندما يكون لديك مهرجان سينمائي بهذا المستوى تتضافر فيه الجهود لدعم الصناعات السينمائية فهذا شيء رائع للغاية. الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش وكعادتها جعلت من ساحة جامع الفناء مسرحا لعرض أشرطة سينمائية عديدة ومتنوعة سيستمتع بمشاهدتها ومتابعتها سكان المدينة الحمراء طيلة أيام المهرجان. عشاق الفن السابع هنا في ساحة جامع الفناء لن يكونوا على موعد مع عروض الأفلام السينمائية فقط، فإدارة المهرجان ستمنحهم فرصة لقاء نجمة بوليود الممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس، وذلك يوم الخميس المقبل. محطة تكريمية ستبقى خالدة في ذاكرة المراكشيين لا محالة. المهدي محيب، عبد الهادي سكيوي، ساحة جامع الفناء مراكش الأولى. نعود إليك المخرج السينمائي علاء الدين الجم. هذه السنة يتم الاحتفاء بالسينما الأسترالية كضيف شرف، ما هي الخصوصية الفنية التي تميز التجربة الإبداعية بأستراليا؟
يعني التجربه السينمائيه الاستراليه معروفه انها من اقدم التجارب السينمائيه. جو بونس كان الى يعني الذاكره ديالي ما خانتنيش العروض الاولى ديال الاعمال الاولى ديال لي فريغ لوميير كانوا تعرضوا في استراليا سنه واحده فقط من بعد العرض ديالهم في فرنسا. من بين الدول اللي اهتموا بانتاج وبداو كينتجوا الافلام بكري بزاف. ومعروفه السينما الاستراليه بانها متنوعه، فكاين دي فيلم يعني غران بوبليك اللي افلام تجاريه في المتناول كاع انواع الجمهور، وكاين افلام اخرى اللي يعني بلو بوينتو بلو سينيفيل، يعني افلام دي فيلم دوتور اللي كيدوروا في المهرجانات العالميه كامله ومحصلوا على جوائز عالميه. والسينما الاسرائيلية معروفه بزاف الممثلين سورتو اللي معروفين عالميا، كيت بلانشيت، راسل كرو، هيو جاكمان، يعني كاين بزاف الممثلين اللي كلشي كيعرفهم. شخصيا ما عنديش واحد دراية متعمقة بالسينما الأسترالية والخصائص ديالها، مي هذا هو الدور في المهرجان، أنه كيقربك من دي سينماتوغرافي واحد آخر اللي ما كتعرفهمش. فدونك برمجة السينما الأسترالية في هذه الدورة هذه مزيان، دونك للمهنيين اللي حاضرين في المهرجان، للجمهور العادي يعني اللي جاي يتفرج فقط في الأفلام، فمزيان حتى هو يكتشفوا واحد السينما واحد آخر مختلفة اللي يمكن خارج هذه المناسبات هذه ديال المهرجان دولي مراكش ولا صعيب الواحد يتعرف عليها. المخرج السينمائي علاء الدين جم، نشكر لك مشاركتك معنا في نشرة الظهيرة، كنت معنا مباشرة من مراكش. ونفتح صفحة الأنباء الدولية من الأراضي الفلسطينية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف موقعا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل، وتعد هذه القذيفة الثالثة التي تطلق من القطاع في 3 أيام، وذلك بعد أسبوعين من مواجهات بين إسرائيل وفصائل فلسطينية. يشهد العراق منذ مطلع أكتوبر تظاهرات ضد الحكومة تقمعها السلطات، ما أدى إلى سقوط أكثر من 420 قتيلا وألاف الجرحى في العاصمة بغداد ومناطق الجنوب. فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه سيقدم طلب استقالة رسمية إلى مجلس النواب. خالد الأحمدي. إعلان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس عزمه تقديم استقالته للبرلمان لم يضع حدا للاحتجاجات التي اتسعت رقعتها في العراق. أهالي محافظات شمال غرب البلاد الأنبار، صلاح الدين، نينوى وديالي خرجوا إلى الشارع لمساندة الاحتجاجات التي كانت لغاية أمس مقتصرة على مدن وسط وجنوب البلاد. انضمام الآلاف من العراقيين من محافظات شمال غرب البلاد للاحتجاجات يأتي للتنديد بالتطورات التي تشهدها مدينة الناصرية، فأمس سقط 21 قتيلا لترتفع بذلك حصيلة الأشخاص الذين قضوا في الناصرية منذ الخميس المنصرم إلى 47 قتيلا برصاص قوات الأمن. الأحداث الدامية في الناصرية ستناقش غدا في البرلمان. المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تشدد على ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي تطال المتظاهرين السلميين ومقاضاة المسؤولين عنها. من جهتها الأمم المتحدة تفيد بأنه لا يمكن السكوت عن هذا العدد من الوفيات. فالعنف في العراق أودى لحد الآن بحياة 420 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المتظاهرين، وذلك منذ انطلاق الاحتجاجات في فاتح أكتوبر المنصرم. في لبنان قطع لبنانيون غاضبون عددا من الطرق الرئيسية، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاذ مخزونهم من البنزين جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود، وتحتج نقابة المحطات على الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع جراء أزمة السيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة منذ منتصف أكتوبر ضد السلطة السياسية. في بريطانيا أسفر هجوم بالسكين نفذه أمس شخص يرتدي حزاما ناسفا مزيفا عن مقتل شخصين عند جسر لندن، قبل أن تقتله الشرطة التي صنفت الحادثة بأنها إرهابية. وأعلنت الشرطة البريطانية أن منفذ الاعتداء سجين سابق كان قد أدين عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر فيما يتعلق بالحادث.
بالولايات المتحدة تقطعت السبل بنحو 1,000 شخص دون تدفئة أو كهرباء في بلدة صغيرة بولاية أريزونا خلال عاصفة شتوية شديدة هددت بإلغاء سفر الملايين مع تحركها شرقا بعد يوم واحد من عطلة عيد الشكر. وتتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية سقوط ثلوج يزيد سمكها 30 سنتيمترا عبر المناطق الجبلية بولايات كولورادو ويوتا وأريزونا قبل تحرك العاصفة شرقا إلى الغرب الأوسط الأمريكي. نعود إلى الخبر الوطني. في المجال الفلاحي أطلقت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات عبر برنامجها المثمر لتقنية الزرع المباشر 100 منصات تطبيقية عبر ربوع المملكة لتحسيس وتوعية الفلاحين بأهمية هذه التقنية الجديدة من أجل الحفاظ على التربة والتكيف مع تغيرات المناخ. هذا البرنامج يتم تطبيقه بشراكة مع الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بمختلف مناطق المملكة. النموذج نتابعه من جماعة سيدي حسين بن عبد الرحمن رحمن بإقليمة جديدة في ريبورتاج أمين هناوي وسفيان إبراهيم. إحدى المنصات التطبيقية لبرنامج المثمر الخاص بآلية الزرع المباشر بإقليم الجديدة في إطار المجهودات التي تبذلها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات لتكييف التقنية الفلاحية مع تغيرات المناخ ومواكبة التطور الزراعي عبر العالم. برنامج المثمر للزرع المباشر سيشمل 10,500 هكتار عبر مئات المنصات التطبيقية المماثلة. في إطار آلية المثمر تم إعطاء الانطلاقة هذا الموسم هذا لمبادرة المثمر للزرع المباشر. هذه التقنية هذه اللي غادي تشمل واحد المساحة على الصعيد الوطني ديال 10,500 هكتار اللي غادي يستفد منها ما يفوق 2,000 فلاح، كذلك بالإضافة إلى 600 منصة تطبيقية اللي غادي تمكننا من أننا نوريو أن الأهمية دي الاعتماد على هذه التقنية. تقنية الزرع المباشر تهدف للحفاظ على جودة التربة وحمايتها من الانجراف وضمان نمو المحاصيل بجودة عالية في إطار شراكة مع الجمعيات والتعاونيات الفلاحية على الصعيد الوطني. من بعد عدة دورات تكوينية اللي قاموا بها الإخوان ديال آلية المثمر تمكنوا الفلاحة أنهم إن شاء الله نزرعوا بها التقنية الجديدة ديال الزرع المباشر، واللي توجات بالناس ديال آلية المثمر عطاونا هاد البدارة ديال الزرع المباشر. أول مرة كنديروا هاد التقنية الجديدة لأن كنتمنى الفلاحة كاع إن شاء الله يستعملوها لما فيها فوائد كما طرقنا، لأنها هاد التقنية تطابق بالأخص في السنوات اللي يكون فيها قلة الأمطار. برنامج المثمر للزرع المباشر سيشمل مختلف أقاليم المملكة لتوفير المواكبة التقنية للفلاحين والمساهمة في نجاح الموسم الفلاحي 2019-2020. في مجال البحث العلمي احتضنت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس الحفل الختامي لمسابقة مشاريع الأبحاث حول الذكاء الاصطناعي المخصصة للطلبة في الجامعات المغربية، مبادرة تشرف عليها مجموعة عالمية مختصة في الهندسة والاستشارة في مجال التكنولوجيات. عرفت تتويج 3 مشاريع بحوث في مجال الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات. في المتابعة عبد السلام خلوي وصال إمغري وإبراهيم الغوتي. اختارت اللجنة العلمية المشرفة على هذه المسابقة العلمية من بين 100 مشروع بحث 9 بحوث شاركت في النهائي، ومنها تم تتويج 3 بحوث تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي المرتبط بعالم صناعة السيارات. هذا المجال هو جد مهم في الذكاء الاصطناعي اللي يعطى واحد التغيير ديال الوجه ديال التكنولوجيا. يوم نتكلم على الصناعة 4.0، نتكلم على هاد التطورات الحاصلة في الابتكار بصفة عامة، تشجيع الشباب على انهم على الابتكار وعلى المقاوله وعلى انهم يثقوا في راسهم باش يمكن لهم ينتجوا واحد المشاريع ويمكن لهم حنا نعاونوهم. في المرتبه الاولى فريق طلبه المدرسه المحمديه للمهندسين ثم المدرسه الوطنيه للعلوم التطبيقيه بتطوان، والرتبه الثالثه لكليه العلوم التقنيه بسطات. هذه الفرصه هذه كتيح لكاع الطلبه انهم يديفلوبيو لي كومبيتونس ديالهم، وهذا الشيء أبغ القرايه ديالهم. كما شكلت هذه المسابقه ايضا بابا للتنافس العلمي بين طلبه المدارس والجامعات المغربيه في مجال تقديم المشاريع وعرض افكارهم امام المختصين والمهندسين.
مجهودات متواصلة لدعم ومواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الإسهام في تغيير النظرة النمطية والتمثلات الخاطئة حول الأشخاص في وضعية إعاقة. من مدينة وجدة نتوقف عند عمل إحدى الجمعيات التي توفر تكوينا مهنيا لهذه الفئة بغية مساعدتهم على الاندماج في الحياة السوسيومهنية. روبورتاج محمد بلاوي، حسن طباعي ورشيد العتبي. أزيد من 700 مستفيد ومستفيدة من برامج التكوين التي توفرها جمعية الشبيبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأصدقاؤها بوجدة. تكوينات في مجال صناعة الحلويات والحلاقة والتربية والرياضة ومجالات أخرى بهدف دعم هذه الشريحة ومواكبتها بتوفير لهم فضاء ملائما للتعبير عن ذواتهم وإبراز مواهبهم. أنا كان قرأ وكان تعلم وكان خدم وإن شاء الله غادي ندي الدبلوم من هنا. كان دير تكوين تاع الحلويات، استفدت بزاف تاع الحوايج، كنت نعلم حلويات وكنقرا التكوين المهني، وكنت كان خصني نخدم في هاد التعاونيه، انا باغيه باش ندي الدبلوم باش نبقى هنايا في هاد التعاونيه. كما أن الجمعية توفر لمنخرطيها مجموعة من الخدمات من قبيل خدمات متصلة بالترويج الطبي والعلاج النفسي وتقويم النطق. ولدي راه هذه 11 سنه هو هنايا في هذه المدرسه، هذه استفدت بزاف تاع الحوايج. بالنسبه للماكله كياكل هنايا، كيدخل مع 8:30 ويخرج حتى 4:30. بالنسبه للترويض كان في واحد الحاله يرتلاها، واليوم الحمد لله ولا يتكلم لنا ولا بزاف الحوايج استفدتهم من هنايا. هنا كاين واحد البرنامج ديال الوساطه الاسريه اللي كنستمعوا لكل المشاكل ديال الاسر، وبتعاون مع الاسر كيمكننا نقدوا بزاف ديال الوليدات. جمعية الشبيبة ذوي الاحتياجات الخاصة واصدقاؤها بوجدة تستفيد من دعم العديد من المؤسسات من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني، وهو ما مكنها من تعزيز مشاريعها الموجهة لفائدة هذه الشريحة التي تتطلب عناية خاصة. في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف المبنية على النوع، عن يوم تحسيسي نظمه تلاميذ الثانوية الإعدادية الإمام البخاري بالرباط حول تيمة العنف ضد المرأة. تعبيرات تنوعت ما بين المسرح والغناء والرسم قدمها التلاميذ بهدف تعزيز الوعي لدى الناشئة في قضايا الاضطهاد ضد المرأة. روبرتاج وصل المغري. تلاميذة ثانوية الإمام البخاري الإعدادية يتقمصون أدوار مسرحية تعبر عن العنف الذي تتعرض له امرأة وابنها من طرف الزوج، سلوكات وعنف منزلي في قلب من الكوميديا والمواقف المضحكة. وعلينا أن نحارب العنف ليس فقط ضد النساء بل ضد أيضا الأطفال. ضمن حفلا أو أسبوعا تحسيسيا حول مناهضة العنف ضد المرأة من أجل ترسيخ قيم التسامح، كل القيم الجميلة لحماية ورعاية وكذلك إعطاء الحق للمرأة. إلى جانب المسرح اختار هؤلاء التلاميذ التعبير بالريشة والصباغة عن العنف الجسدي والنفسي الذي تتعرض له النساء من طرف الرجال. قمنا بواحد العملية نتاع تنقيح جميع الكتب فيما يتعلق بالمسألة القيم، وخصوصا مسألة المساواة بين الجنسين وحتى الشباب والأطفال على تصدي للعنف اللي كيواجه المرأة وتيواجه الأطفال. بصوت عال عبر هؤلاء الشباب عن رفضهم المطلق للعنف الموجه ضد النساء والفتيات الصغيرات من زواج مبكر وعدم المساواة بين الجنسين والضرب والإهانة. في المجال الرياضي تدخل اليوم الأندية الوطنية مرحلة دور المجموعات في العصبة الإفريقية لكرة القدم بالجزائر. فريق الوداد البيضاوي يواجه هذا اليوم فريق اتحاد العاصمة في الساعة 5 عصرا، في حين فريق الرجاء البيضاوي ينازل في لقاء القمة عن هذا الدور فريق الترجي التونسي حامل اللقب بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في الساعة 8 مساء بعد درب العرب الذي شرف الكرة الوطنية وبلغ صداه إلى كل أركان العالم
يفتح الغريمان اليوم صفحة عصبة الأبطال الإفريقية، وهما يتطلعان إلى تحقيق الفوز في المواجهتين العربيتين على كل من كرة القدم التونسية والجزائرية. كل التوفيق لفريقي الوداد والرجاء. ختاما مشاهدينا، تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يؤكد أن المهرجان يجسد الالتزام لفائدة التقارب بين الثقافات والانفتاح على الآخر من أجل عالم أفضل. تحسيس وتوعية الفلاحين بأهمية تقنية الزرع المباشر من أجل الحفاظ على التربة والتكيف مع تغيرات المناخ. النموذج تابعناه من جامعة سيدي حسين بن عبد الرحمن بإقليم الجديدة. مجهودات متواصلة لدعم ومواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة. إحدى الجمعيات بمدينة وجدة توفر تكوينا مهنيا لهذه الفئة بغية مساعدتهم على الاندماج في الحياة السوسيومهنية. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، في أمان الله.